سيقان احنا نقولها ونروح لما ناخذ وطن عيب شوي كيف نروح لما ناخذ والله ما حصل من تفجيرات غيره عمل إرهابي مشين يعني يتعرض للأبرياء كلهم أطفال ونساء الضحايا وجنود أبرياء لا حول لهم ولا قوة وعمل جبنة عندما تعرضوا لتصفية كاملة من عدن الإرهابيين رجعوا إلى العمليات الانتحارية واستهداف أي جميل في عدن لكن إن شاء الله سوف يتم اقتتالهم والقوات الأمنية مسيطرة على الوضع وتعقبهم في كل مكان وهذا ناتج عن ما يوصلهم من عن ما الحكم من ضربات موجعة انعكست على عمليات انتحارية دون أي أهداف. ندين ونستنكر هذه العمليات الإرهابية التي طالت عدن والتي لم تحقق أهدافها بالضبط. لم تحقق هدفها ولم تصل الى الهدف المطلوب وتصدوا لها رجال الامن والمواطنون وكان ضحيتها معظمهم ابرياء من الاطفال والجنود الذين يرتادون الساحل. وعدن طبيعيه ووضعها ممتاز والامن والاستقرار فيها على مستوى عالي وهذا الحوادث تحدث في كل انحاء العالم وكما قال الولد طارق فان هذه العمليات جاءت نتيجه التحسن الامني الذي طرا على عدن والامن والاستقرار الذي يتبناه كانت العمليات بشكل يومي الان بالسنه مره ولكنها كانت فاشلة بالضبط لهذا نهب المواطنين أن يعتادوا السواحل وأن يتنفسوا في المتنفسات العامة نحن ندين ونستنكر العمل الإرهابي الذي قامت به ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في التي قامت في استهداف مقر المجلس الانتقالي ووحدة مكافحة الإرهاب والتي راح ضحيتها الأبرياء من المواطنين الذين قدموا إلى الساحل جولدومور ليتنفسوا ويأخذوا راحتهم في هذا المتنفس الجميل.